انت اسمك ايه؟ فريدة. عندك كام سنة؟ عندي 4 سنين. انت مكسوفة؟ مكسوفة من ايه؟ اما تقولي حاجه انت لسه ما قلتيش حاجه. احنا لسه في الاول، احنا لسه قلنا حاجه، احنا لسه بنتكلم. انت بتعملي ايه في البيت لما تروحي؟ عمال العب كده وانام، العب انام، العب انام، العب انام. اسم صاحبتك ايه؟ ميان. اسمها ايه؟ ميان. ميان؟ مين ميان دي؟ ميان. عماله ترم، انا ارمي عليها كرة وترمي عليا كرة، ارمي عليها كرة ترمي عليا كرة. ايه ده، بتبدأ ترمي على بعض الكار؟ مامي قالت لي اقعدي عكاها ومش هتعملي حاجة. وانتي قعدتي؟ اه. هي عملت لك حاجة؟ اه. عملت ايه؟ عملت الكرة عليا. اوه، وبعدين؟ يعني اتخبطتش. ايه اللي حصل بقى لما انتوا سافرتوا عند البحر؟ الموجة فيها مهل، نزلت بعد الموجة جريت عليا. ايه ده، الموجة جريت عليكي؟ اه. وبعد كده؟ ماما طلعتني، بابي لحقني. ايه ده، لحقك بعد ما الموجة جريت عليكي؟ وانا بقى كنت مش عايزة، انا عمال اعيط دموع ومش عايزه البس خالص ومش عايزه. ومين بقى منكم بقى اللي سايق العربيه اخر مره، انت ولا هي؟ انا. ماشي، سوقت العربيه ازاي؟ مامي كانت خايفه جدا، العربيه اتخبطت. العربيه اتخبطت؟ لا، هي مامي. مامي اتخبطت؟ اه. ليه، مين خبط ماما؟ العربية. العربية خبطت ماما؟ اه. ليه؟ وانا لحقتها. انت مسكتي ماما؟ وبعدين شلتيها بقى على ايديكي ولا على كتفك؟ كتفي. شلتيها على كتفك. وبعدين؟ وبعدين بقى دخلت بيها على البيت. علي صوتك، علي صوتك. دخلت بيها على البيت وانا قلت انت كويسة يا مامي؟ قالت لي كويسة. فرحنا نايمين كده من العربية نشفت. طيب انت بتتمرني حاجة؟ بتتمرني ايه؟ سباحة. بتعمل ايه في السباحة؟ بتعلم سباحة. بتغرقي ولا بتعرفي تعومي؟ بعرف اعوم. ايه ده، مش بتغرقي؟ لا، انا بنام لوحدي كده. بتنامي لوحدك كده؟ اه. وبعدين؟ بعدين ما جاتش ولا واحدة بس. ولا واحدة ايه؟ الموجة في البسين. يعني انت وانت في البسين مفيش موجة في البسين. طب البحر هو اللي فيه موجة مش البسين. لا، البحر فيه. والبسين فيه ولا مفوش؟ مفوش. طيب امال ايه بقى الموجة اللي انت بتقولي عليها دي؟ عمال اقول عليها يعني. ايه ده؟ ايه ده، مش فاهم حاجة. اسمك ايه؟ ميه. عندك كام سنة؟ 6. انت احسن فيلم اتفرجتي عليه كرتون ايه؟ هو شنب سلوفان. ايه؟ شنبي سلوفان. اديني صوت كده زي صوت بتاع شنبي سلوفان.